السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم زراعة بسيطة مع فؤاد. حلقة اليوم إن شاء الله، أنا ما كنتش يعني داير في الحسبان أنني غنسجل هذه الحلقة، ولكن المرور ديالي بأحد أحياء مدينة القنيطرة، وبالضبط في بحي المغرب العربي ولاد وجيه. هاد المنطقة اللي كنت كنمر منها يعني بزاف المرات كندوز من هنايا، هاد المكان كان واحد مكان يعني فيه الأزبال، كيتجتمع فيه الحشرات بحال الناموس الدبان، كان مكان مهمل. وهاد المبادرة مبادرة جميلة اللي لاحظتها وانا مار بالطريق، ان السكان ديال هاد الحي قاموا بتزيين وغرس بعض انواع الأشجار والنباتات، وقلت هذه الفكرة نقسمها معكم وتكون يعني كعبرة بالنسبة للأحياء اللي كيعاني من بعض الأماكن كتكون فيها الأزبال وغير صالحة، وكتخسر حتى المنظر والجمالية ديال الحي ديالهم. كما تلاحظون أن هناك أشكال عديدة ديال النباتات، كما تلاحظون هذه النبتة ديال الشوفليرا. هذه نبات عطري أزير مزينين به الجنبات ديال هذا الحائط. كما كتلاحظوا انهم قاموا بالنظام السقي ديال بالتنقيط، هادو هما يعني كما كنقول لي تويو باش كيقوموا بالسقي بالتنقيط باش ما يضيعوش واحد الكميه كبيره ديال الماء. وهاد التيوات مدوزين مع الحديقه يعني على هاد الجدار كامل من البدايه حتى النهايه ديالو. وبصراحة هاد المبادرة اللي قاموا بها السكان ديال الحي، يعني نتمنوا جميع الأحياء أنهم يستغلوا أي مساحة قدام الديور ديالهم ويقوموا بهاد العملية. كما هذه العطرشة، نبتة العطرشة، وكما هو ملاحظ التنوع ديال النباتات، لانه واضح ان السكان ديال هذا الحي اللي عنده شي نبته اللي عنده شي فكره يعني كان عامل مشترك، حيت كنشوفوا هنايا تنوع في النباتات، يعني ما مقتصرينش على شكل واحد. مفاجاه شنو لقيت؟ سلحفات سلحفات عايشه هي هنايا، مفاجأة زوينة. ها هي السلحفات اللي لقيت،
شيء جميل أن تلقى أحياء مثل هذا الشكل يستطيعوا أنهم يحولوا واحد المكان اللي كان غير صالح واحد المكان اللي ممتع. يعني أي واحد يطل من النافذة دياله أو من البالكون أو من السطح كيشوف على الخضورية كما كان يقولوا والنباتات متنوعة. كما كتلاحظوا هذا التنوع، قدر نقول التنوع ديال الغطاء النباتي في هاد المنطقة في هاد الحي. شيء جميل أننا نشوف الأحياء ديالنا بهذا الشكل ونساعدوا تحنا يعني السلطات، ماشي أي حاجة نقولوا السلطات خاصهم يديروا، الناس مكلفين خاصهم يديروا، تحنا ندير واحد البصمة ديالنا، ندير واحد البصمة ديالنا في الحي ديالنا. بصراحة ملي كنشوفوا أشياء بحال هذه كتفرح، يعني مبادرة صغيرة ويد الله مع الجماعة، وملي كيتحدوا يعني الناس والسكان ممكن أنهم يديروا شي حاجة اللي كتكون يعني رائعة ورائعة بزاف. صراحة بحال هاد المبادرات خاصها تشجيع، خاصها نوع من التشجيع، إن هذا نوع من أنواع النخيل. كما تلاحظون هنايا يعني حتى الطماطم زارعينها هنايا، مزيان بحال هاد المبادرات هادو. هادي التين، سبحان الله التمرة ديال التين، هاهي تمرة أخرى، هانتي كيف فرح أننا نشوفو أحياء بهذا الشكل. هذه شجرة ديال الأفوكا، أفوكاتو. هذه الحامض يعني الليمون. إلى هنا نتمنى أنكم خديتوا عبرة أو تاخذوا واحد المبادرة إن شاء الله، واللي عنده شي حي بحال هكا يحاول يقوم بالتجميل ديالو بهذه الأنواع من الزهور ولا النباتات أو الشجيرات أو أي حاجة ممكن. إلى عجبكم الفيديو بالنسبة للمشاهدين الجدد اشتركوا معنا في القناة زراعة بسيطة مع فؤاد، ويفعلوا الجرس ويعطيونا أو يقوموا بواحد تعليق يكون محفز، وهذا الشيء كيدفعنا وكيعطينا الدفعة باش أننا نقوم بمجهود أكبر. وإلى هنا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.